بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في شرح كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المذكور رحمه الله. في مستهل هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة الماضية تحدث فضيلتكم عن شيخ الإسلام رحمه الله المؤلف وأثره في من جاء بعده، واغتراف شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله مما خلف من الميراث العلمي، وعدتم أن يكون حديثنا في هذه الحلقة قبل الدخول في الكتاب عن مضامين الكتاب ونهج المؤلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من جملة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المفيدة التي تلامس حاجات الناس في كل زمان وفي كل مكان، لأنه رحمه الله يغترف من الكتاب والسنة ومن هدي السلف الصالح. ولا شك أن هذه المصادر صالحة لكل زمان ومكان، ومن جملة مؤلفاته المهمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والذي هو لا يزال تحت عناية العلماء يهتمون به ويستفيدون منه ويقرؤونه ويدرسونه في المساجد، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تتميز عن غيرها من الأمم بدينها وبكتاب ربها وسنة نبيها، بأخلاقها، في معاملاتها، وفوق ذلك كله في عقيدتها وعباداتها. فالله أراد لهذه الأمة أن تتميز عن غيرها من الأمم، لأنها هي الأمة القدوة التي جعلها الله أمة وسطا لتشهد على الأمم يوم القيامة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه المكانة تقتضي أن هذه الأمة تتميز عن غيرها ولا تذوب في غيرها، لأنها أمة قائدة ورائدة، فلا بد أن تتميز عن غيرها من الأمم، ولا سيما الأمتين المغضوب عليها وهم اليهود، والضالون وهم النصارى. وصار اليهود مغضوبا عليهم لأنهم عندهم علم ولكنهم لم يعملوا به، فكل من اتصف بهذه الصفة
من العلماء الذين لا يعملون بعلمهم أو يشترون به ثمنا قليلا ويكتمونه، فإنهم مغضوب عليهم. أو الذين ليس عندهم علم ولا يهتمون بالعلم، وإنما يهتمون بالعبادات والتقرب إلى الله لكن من غير علم، ولا يحرصون على العلم، كالنصارى الذين يجتهدون في الرهبانية ويجتهدون في العبادة لكن على غير علم، وإنما يتبعون ما تمليه عليه رغباتهم أو اجتهاداتهم، وعلى غرارهم الصوفية الذين نحوا هذا المنحى، يجتهدون في العبادات ولا يهتمون بالعلم، حتى إنهم يزهدون في العلم ويقولون إن طلب العلم يشغل عن العبادة. أي سبحان الله، هل تكون العبادة بدون علم؟ يقولون إن طلب العلم يشغل عن العبادة، ولذلك يحذرون من طلب العلم والجلوس إلى العلماء، ويحرصون على مزاولة طقوسا وعبادات لم تؤسس على علم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ومع هذا لم يقوموا بها، فما رعوها حق رعايتها. وهذه سنة الله، أن من غلا في العبادة واشتد فيها أنه ينقطع، أنه ينقطع، كما قال صلى الله عليه وسلم: كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذه طريقة النصارى، طريقة المتصوفة والنساك الذين يجتهدون في العمل والعبادة ويزهدون في طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل. بل منهم من يقول إن العلم يأتيك بدون تعلم، يفتح عليك، إذا اجتهدت في العبادة والذكر يأتيك فيوضات ولا تحتاج إلى، بل إن غلاتهم يقولون إننا نأخذ عن الله مباشرة ولا نحتاج إلى الرسل ولا إلى الكتب، وإنما نأخذ عن الله مباشرة، هكذا يقول غلاتهم. وهذه نتيجة الإعراض عن تعلم العلم النافع المبني الذي يثمر العمل الصالح. والله جل وعلا حذرنا من الطريقتين وأمرنا بالطريق الوسط، فقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين، لم يبعث بشيء واحد، علم بدون عمل أو عمل بدون علم، بل بعث بالأمرين. وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حذرنا من طريق المغضوب عليهم، وهم الذين يتعلمون وقد يتبحرون في العلم لكنهم لا يعملون بعلمهم، بل يعملون بحسب أهوائهم وشهواتهم وأغراضهم، أو أنهم يكتمون العلم في مقابل طمع يأخذونه، يكتمونه ولا يبينونه للناس ويشترون به ثمنا قليلا. والفرقة الثانية هم الضالون ولا الضالين، وهم الذين بينا طريقتهم أنهم يأخذون جانب العمل
ويزهدون في العلم والتعلم. فالصراط المستقيم يقتضي، الصراط المستقيم يقتضي مخالفة الطائفتين، ولهذا قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم، ولا الضالين، أي غير صراط المغضوب الضالين. وكما في الآية الأخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلما كان صراط الله يقتضي، صراط الله المستقيم يقتضي مجانبة الفريقين المغضوب عليهم والضالين، وهم كلهم في النار أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فالمغضوب عليهم والضالون كلهم في الجحيم. وصراط الله ينهى عن طريقهم، صراط الله ينهى عن طريق المغضوب عليهم والضالين. فموضوع هذا الكتاب هو في تفصيل هذه الآية العظيمة أو هذه الآيات العظيمة، هو في تفصيلها وبيانها. يريد الشيخ رحمه الله أن هذه الأمة تتميز كما ميزها الله سبحانه وتعالى بأخلاقها في عقيدتها وفي معاملاتها وفي أخلاقها وفي عباداتها، تتميز عن غيرها من الأمم حتى تكون لها القيادة العالمية التي جعلها الله لها. وما لم تتميز فإنها لن تستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة. إذا ذابت في الأمم فإنها لا تستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة التي حملها الله إياها. فالشيخ رحمه الله يقول: إن الصراط المستقيم يقتضي لمن سار عليه أن يتجنب طريقة المغضوب عليهم وطريقة الضالين، ولا يخرج العالم عن هذين الطريقتين أو عن هذه الطرق الثلاث: إما طريق المنعم عليهم، وإما طريق المغضوب عليهم، وإما طريق الضالين. لا يخرج العالم عن هذه التقاسيم. فلذلك الشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب في هذا الموضوع العظيم الذي يقصد به أن تتميز الأمة الإسلامية في صفاتها الدينية والدنيوية، أن تتميز عن غيرها من الأمم، وألا تسلك مسالك الأمم التي حادت عن صراط الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشيخ قد لا يتفق مع ما يدعى إليه من العولمة هو توحيد الثقافة وعالمية الثقافة. هذا يعارض ويخالف ويباين الدعوة إلى العولمة والدعوة إلى التفاهم بين الأديان والحوار بين الأديان وإلى آخره. طبعا يعني هو المقصود أطيعون واتبعون، لكن تسمى العولمة وتسمى المقصود منه طمس الإسلام، المقصود منه طمس الإسلام وأن يسير في ركابهم، يبقى اسمه ولكن يسير في ركابهم، هذا قصدهم، طمس الإسلام ويبقى اسما لا حقيقة. فهذا يقتضي من المسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن يعتزوا بدينهم وبشخصيتهم الدينية، وأن لا يخضعوا لدعاية أعدائهم. الله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم
ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا نطيع اليهود والنصارى، ولو أطعناهم في شيء ما رضيوا، لا بد أن نطيعهم في كل شيء حتى نتخلى عن ديننا نهائيا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهذا أمر يجب على المسلمين أن يتنبهوا له. وهذا هو مقصود الشيخ من موضوع هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ألا تذوب الأمة الإسلامية مع الأمم، وألا تساير الأمم فيما يضر بدينها وعقيدتها، وإنما تتمسك بدينها وعقيدتها. استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. وكما في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهذه الأمة لها مكانتها، فإن تركتها ضاعت وضيعت نفسها، فلا مجال لبقاء عز هذه الأمة ومكانتها إلا بالتمسك بهذا الدين، والحذر من دعايات الضلال، والحذر من الخداع والمكر الذي يروجه الأعداء ويدعون إليه في كل زمان وفي كل مكان. وموضوع هذا الكتاب يتلخص في أن المسلمين يتجنبون طريقة اليهود ويتجنبون طريقة النصارى ويتجنبون طريقة الجاهلية، لأنه ذا بحث في أمور الجاهلية أيضا، يتجنبون طريقة الجاهلية من الأميين الذين كفروا بالله عز وجل وتركوا دين الأنبياء وصاروا على جهل وضلال. فهذا مقصود الشيخ رحمه الله، أنه يقصد من هذه الأمة أنها تسير على المنهج الذي اختاره الله لها، وألا تلتفت يمينا أو شمالا إلى ما عليه أهل الضلال، سواء كانوا من الكتابيين أو من الأميين من أهل الجاهلية أو من الأعاجم أو غير ذلك. هذا قصد الشيخ في هذا الكتاب، وهو أول شيء يبحث في أمور العقيدة، وأن المسلمين يتمسكون بعقيدتهم وهي عقيدة التوحيد، ويتجنبون طريقة الشرك ووسائل الشرك. فهو تطرق إلى ما عند اليهود والنصارى من الغلو في أنبيائهم والغلو في صالحيهم، فإنه صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين التي ذكرت له ما رأته في الحبشة من الكنائس وما فيها من الزخارف، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا أهم شيء، أننا نتميز بعقيدتنا، وأن نحذر من التشبه باليهود والنصارى في الغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين والبناء على القبور، الصلاة عند القبور. وهذا مما بحثه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. ثم أيضا إن الشيخ رحمه الله تطرق إلى منع التشبه بالكفار في أعيادهم، لأن الكفار لهم أعياد كثيرة ومتنوعة. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا
من التشبه بهم في أعيادهم ومشاركتهم فيها، أو إحداث أعياد تشابهها عندنا. قال صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان لأهل المدينة يوم النيروز والمهرجان وهي متسربة من الفرس والروم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بذلك عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، أو عيد الفطر وعيد الأضحى. فأعياد المسلمين سواء كانت زمانية وهي عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو مكانية وهي المشاعر، مشاعر الحج في عرفة ومزدلفة ومنى والمسجد الحرام، هذه أعياد المسلمين المكانية. فلا نروح نحدث أعياد مكانية أو أعياد زمانية غير ما جعله الله لنا، فإن هذا من أهم الأمور أيضا. وأعياد الموالد، عيد المولد النبوي أو تشبها أو تشبيها بعيد المسيح، مولد المسيح الذي يعمله النصارى ولا يزالون يعملونه. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، يعني مكانا للتردد والاجتماع عليه، للتردد عليه والاجتماع فيه. فالمشروع في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جاء من سفر، من قدم من سفر سواء من أهل المدينة أو من الطارئين على المدينة، المشروع له أن يصلي في المسجد النبوي ما تيسر له، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف ولا يكرر السلام كل ما دخل إلى المسجد النبوي. إذا سلم عليه أول ما يقدم فإن هذا يكفي. إن الصحابة لم يكونوا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلما دخلوا ذهبوا إليه. فهذا من التشبه باليهود والنصارى في غلوهم في أنبيائهم وصالحيهم. فنحن حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الغلو في الأشخاص، أو الغلو في الأمكنة، أو الغلو في الأزمنة. لا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو يفضي إلى الهلاك، إلى فساد العقيدة، إلى فساد العبادة، إلى أشياء كثيرة. والحكمة تقول كل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضده. فالاعتدال والوسطية هي المطلوبة في كل شيء. إذن الشيخ عسى الله إليكم، اختيار هذا العنوان أنه الصراط المستقيم يقتضي المخالفة، ليتذكر المسلم كل ما عنا له ما يشبه أعمال أولئك المغضوب عليهم أو الضالين، مثل ما تفضلتم اليهود والنصارى أو أهل الجاهلية وما أحدث في الدين من البدع، أن لزوم الصراط المستقيم يقتضي منهم مباشرة مخالفتهم في كل شيء في أمور الدين. نعم، في أمور الدين بلا شك هذا، أننا نخالفهم ونبقى على ديننا، فإن دينهم لا يخلو من أحد أمرين. نعم، إما أنه محرف ومغير ومبدل، وإما أنه منسوخ بديننا، منسوخ بديننا. فنحن لا نأخذ من دين اليهود والنصارى شيئا، وإنما نأخذ ديننا لأنه ناسخ لما قبله، فلسنا بحاجة إلى أننا نأخذ من أديانهم أو من عباداتهم أو من تصرفاتهم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
في نهاية اللقاء. هذه تحية مهندس الصوت زميلي يحيى زرب، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.